استأنف مجلس النواب اليوم الاثنين عقد جلساته لاستكمال مناقشة تضمين الاتفاق السياسي وقانون الاستفتاء بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لمجلس النواب. عقدت اليوم الاثنين الموافق 26 من شهر فبراير الجاري، عقدت بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق عدد من الاجتماعات بحضور فخامة رئيس مجلس النواب ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب. عدد من الاجتماعات نوقش خلالها آخر الأوضاع في البلاد. اليوم أيضا عقدت لجنة الحوار اجتماع هام في مقر مجلس النواب، وسيصدر بإذن الله تعالى تصريح حول هذا الاجتماع وما جاء به. يوم غد الثلاثاء بإذن الله متوقع أن تنعقد جلسة لمجلس النواب بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا وأكدت عضوة لجنة الحوار بمجلس النواب سلطان المسماري بأنه قد جاء في توصيات اجتماع اللجنة اليوم مخاطبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا السيد غسان سلامة بضرورة عقد جولة نهائية بين أعضاء لجنتي الحوار من أجل وضع حل نهائي لإشكاليات المختنقات في تضمين الاتفاق السياسي وتعديله. لجنة الحوار اليوم الاثنين 26 فبراير 2018 بدعوة من السيد رئيس مجلس النواب اجتمعت اللجنة في بنصاب قانوني وبحضور مقرر اللجنة، وقد أدار الاجتماع أكبر أعضاء اللجنة سنا نظرا لعدم حضور السيد رئيس اللجنة. طبعا طرحت العديد من القضايا للنقاش. خرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات أهمها أن تم تكليف المقرر من أعضاء اللجنة بأن يدعو إلى اجتماع الأسبوع القادم لجميع أعضاء اللجنة ورئيسها لمناقشة آلية عمل اللجنة. أيضا تم الاتفاق على أن يقدم في الاجتماع القادم رؤية شاملة من خلال المقترحات التي تم طرحها اليوم ومناقشتها لحل البعض أو للرؤى التي وضعت لإيجاد حلول للإشكاليات الموجودة في عمل اللجنة الحوار. الشيء الآخر، أكد أعضاء اللجنة الحاضرين لهذا الاجتماع بضرورة طلب من السيد غسان سلامة بعقد جولة نهائية ثالثة ما بين أعضاء لجنتي الحوار لمجلس النواب ومجلس الدولة من أجل وضع حل نهائي لإشكالية المختنقات في تضمين الاتفاق السياسي وتعديله. وفي حال لم تتوصل اللجنتين في المرحلة الثالثة إلى حل نهائي فستكون هناك مسارات أخرى يلجأ إليها مجلس النواب.